الرجل الذي بعده هو سعد ابن خيثمة ابن الحارث رضي الله عنه وعن أبيه. سعد ابن خيثمة يكنى أبا عبد الله أحد نقباء الأنصار الاثني عشر نقيبا، النقيب المقدم الذي يتقدم القوم ويمثلهم، شهد العقبة الأخيرة مع السبعين، والعقبة الأخيرة كانت في مكة، وكان أهلها هم أهل المدينة، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك بايعوه على أن يحموه وأن يناصروه إذا جاء المدينة، وهو يبايعهم على أن يدخلوا الجنة إن قاموا بهذا الوعد، وقد قاموا به رحمهم الله ورضي الله عنهم جميعا. قال: ولما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى غزوة بدر قال له أبوه خيثمة، سعد ابن خيثمة، الاثنين شجعان، الاثنان هم من الشجعان، وكانا يريدان القتال لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم له، لكن لا بد واحد فيهم يجلس في البلد يحمي الأهل ويقوم على رعايتهم والآخر يقاتل. شوف الحصل شو. قال أبوه خيثمة: إنه لا بد لأحدنا أن يقيم، فآثرني بالخروج وأقم مع نسائك. أنت آثرني بالخروج، خليني أنا أخرج ويتابع شنو مع النساء تحميون وتراعيون إلى آخره. هو الزول اللي بيقوم على رعاية الغازي، يعني فلان مشى يغزو وانت قمت على أولاده وراعيت وكذا واحتسبت الأجر وجهزت الغازي، لك أجره. لكن شوف الناس ذيل صديق، وشوف إخلاصهم، وانظر إلى يعني كمال تصفية نياتهم. قال: إنه لا بد لأحدنا أن يقيم، فآثرني بالخروج وأقم مع نسائك. ده الأب قال للولد كذا. قال سعد لأبيه رضي الله عنهما: لو كان غير الجنة آثرتك به. لو حاجة غير الجنة، كان قروش ولا دابة ولا بيت ولا دنيا، كان خليتك انت تمشي ليها وانا قعدت، لكن دي الجنة. أشكي ابن عثيمين رحمه الله ذكر فائدة عظيمة ينبغي لنا أن نراعيها، وذكر ذلك في شرحه لرياض الصالحين في الإيثار. الإيثار منه ما هو محمود مستحب، ومنه ما هو مذموم مكروه. الإيثار المحمود أن تؤثر أخاك على نفسك في أمر من أمور الدنيا وأنت محتاج له، عندك أكل وذاك جيعان وانت جيعان تقوم تآثر، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم شنو خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لكن الإيثار المكروه أن تؤثره على نفسك في أمر من أمور الآخرة، ده مكروه. يعني الصلاة بقيمه فيها وفي موية في إبريق، تتوضأ أنت ولا تخلي شنو ده يتوضأ؟ تقوم أنت تقول له لا يتوضأ يتوضأ، ده هنا مكروه. هنا تقدم نفسك على شنو؟ على غيرك. اثنين تلقاهم تلقى لك اثنين شغالين في السوق في دكان والأذان أذن، يقوم يقول له امشي الصلاة أنا بقعد، أنت بعد تجي راجع لا لا، ده مكروه. أنت تقدم شنو؟ نفسك هنا، لأنه ده عمل آخرة وعمل آخرة. أما عمل الدنيا أو أمر الدنيا فإنك تقدم غيرك على نفسك فتحمد على ذلك وتؤجر إذا احتسبت الأجر عند الله تعالى. الآن سعد وخيثمة رضي الله عنهما، ده أمر دنيا ولا آخرة؟
آخر. عشان كذا الولد شنو ما آثر أباه على نفسه في أمر شنو الآخرة. قال لو كان غير الجنة آثرتك به، إني لأرجو الشهادة في وجهي هذا، في وجهي يعني في توجهي يعني في نيتي في ذهابي هذا. فاستهم، رموا القرعة، رموا القرعة عشان شنو؟ عشان الجهاد. حتى لو في جهاد الناس بالدفار يسكوا فيهم في الفريق. المرة تقول لي يا ولدي الكشة أعمل حسابك، كان شفته من بعيد أجر والله نسأل الله العافية. جهاد، واحد من إخواننا أخونا الطيب ضحوية حفظه الله، ذول من الدعاة نحسبه الله وحسيبه، يوم قال لي في واحد زمان لما كانوا ساحات الفدا وبيجيبوا جماعة ذيل في التلفزيون بيجيبوا إلى آخره، فقال واحد عجبته الشغل بتاع ساحات الفتا والتات شرخاشي في الموية ومارق والدانات والإنادة، عجبته الشغلة، فقال قال له أنا ماشي هناك ماشي الجنوب جهاد. قال ساقو طبعا هنا شاف الكاميرات والشغلة ظريفة وإنادة، مشى هناك لقى الشغل شنو؟ لقى الشغل ده موت عديل الشغلة دايرة إخلاص. فقال قال لي واقف بيجاي جنبه أضانه بتطير، بيجاي ده بيقوم به اللغم، بيجاي ده كراعه بتمشي، بيجاي كده. قال والله الناس ديل بالطريقة دي بكتلوا لهم زول والله. قال انت جابك هنا ما أصلوا كتلوا لهم زول، وكتلوا زول واحد الشغلة دي دار زول ثابت ويمشي قدام طوالي يخلص لله سبحانه وتعالى. طيب قال فاستهما فخرج سهم سعد فخرج فقتل ببدر رضي الله عنه، قتل ببدر شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.